شباب للمسيح، موعدكم غدا أعزائي المشاهدين على قناة الآرامية، برنامج جديد، الحلقة الثانية شباب للمسيح. غدا هذا البرنامج هو برنامج أسبوعي كل يوم الخميس 10:30 مساء بتوقيت أوروبا، أو 4:30 بتوقيت شرق أمريكا. البرنامج طبعا غدا هو الأول من شهر شباط، عند الحلقة هي الثانية. وشباب المسيح على شبكة البث الآرامي شاهدنا على أيضا قناة ABN Middle East إلى الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وأوروبا. وهذه القناة يمكنك، هذه هي Middle East Channel، ABN Middle East Channel، and هذه القناة هي برامج روحية وأخرى، وممكن أن تنزلها على ABN سات تلفونك الخاص أو على تلفزيونك الخاص إذا هو سمارت تي في، أي سمارت تي في، سوني أو روكو أو أي تي في. ومثل ما قلنا غدا راح تكون معنا أيضا الأخت روجيتا من أوروبا مع باسم غوريال كل يوم الخميس في هذه الحلقة. بالنسبة إلى موقعنا على السوشيال ميديا هي اسمه ABNSAT على يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، تويتر، أي شيء آخر، ويب سايت، أيضا على الأماكن الأخرى، فممكن أن تشاهدنا. وراح نكون أيضا على التيك توك غدا. لكن أيضا بالنسبة إلى الأخت روجيتا، هذه هي الصفحة مالتها على التيك توك اللي هي @ChristiansInTheWorld، @Christians أكو اس بالأخير، ChristiansInTheWorld، أوكي. وهذه هي الصفحة مالتها. إذا في الختام أنه غدا راح نشوفكم الساعة 4:30 بتوقيت شرق أمريكا، يعني نيويورك، واشنطن دي سي، أو الساعة 1:30 بتوقيت كاليفورنيا، أو العاشرة والنصف بتوقيت أوروبا، 11:30 بتوقيت مصر، إلى آخره. لكن قبل برنامج الشباب أكو عندنا أيضا برنامج آخر غدا أيضا الخميس الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا، أو الساعة 8 بتوقيت أوروبا، والعشرة ليلا بتوقيت الشرق الأوسط. هذا البرنامج هو برنامج باللغة الآرامية، والبرنامج هو تحت عنوان علامات نهاية الأزمنة. وحلقة غدا الساعة 2 بعد الظهر، يعني قبل برنامج شباب، راح تكون كيف نستطيع تمييز المعلمين والأنبياء الكذبة. المهم غدا برنامج شباب، موعدنا معكم، الرب يبارككم وتصبحون على خير.